السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي اخواتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فقبل ما نبدأ في سرد الموضوع، كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبرتاج لهذا الفيديو بالخصوص، لأننا نتكلم على واحد الخبر اللي توصلنا به واللي حصري فيما يخص محسن اللي كان كيحاول أنه يهرب من هذاك المستشفى بالمدينة آسفي. ومن بعد ما عطاتو المؤسسة ديال المول البرقي انه يستفد من الفحوصات، من جميع الفحوصات، وانه تقوم يعني بالواجب في حق اي سجين، وهذه حقوق كتعطيها المؤسسة السجنية لاي نزيل يعني تعرض يعني شي وعكة صحية او تعرض شي الم، فهذا من الواجب. فكنشوفوا هاد المفاجأة اللي قام بها هاد محسن اللي كان يحاول انه يترقى ويزم هنا ويحاول انه يخرج ينقز من النافذه، ولكن لولا هاد يعني الحراسه اللي كانت مشدده من طرف هاد رجال الامن اللي كانوا واقفين لي بالمرصاد، لا ما هرب هاد محسن الى وجهه شي وجهه ربما يقدر يكون مشى انه ينتقم من الاخت ديالو، الاخت ديال زهير الله يرحمه، ويصفيها لها. انا ولينا كنشوفوا اخواني اخواتي هذا الشيء كامل يعني بسبب هذه الزيغه، حتى انه واخا كيعيش ديك الحاله النفسيه المزريه وتقطعات اليد ديالو، فمازال هذا السيد يعني مازال زي فيه. كنتمنوا من السلطات اخواني اخواتي، السلطات انها تقوم بالواجب في حق اي واحد كيحاول انه يقوم بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك، شي حاجه اللي كتزرع ديك الرعب وما كتخليش الامن في بلادنا. فعلى اي، فهاد محسن اللي الان دابا رجع للمؤسسه ديال مول البرقي، واللي مشى يعني وضعوه في واحد الزنزانه منفرده، ولكن راه مازال كيعيش ديك الحاله ديال الرعب، الحاله النفسيه المزريه اللي مازال كيعيشها بسبب يكفي غير ديك الغوات وديك الكلام اللي كيلوحوا ليه هذوك النزلاء من داخل سجن مول البرقي، وكيأنبوا ليه الضمير، وحتى انهم كيواعدوا انه لو تصادفوا معاه لما صفوها ليه ديك اللحظه او ديك النهار المشؤوم اللي قام ديك العمليه، وكيحاول انه يبين ديك العضلات ديالو، ولكن شاء الاقدر انهم ما كانوش حاضرين، لان هاد النزلاء اللي في المؤسسه السجنيه مول البرقي فهم عارفين احق المعرفه هذاك زهير، وحتى الاصدقاء ديالو، ربما الاصدقاء ديالو او احد الاصدقاء ربما اللي كانوا مظلومين واللي تحكموا تاهما في وكيكملوا العقوبه ديالهم في داخل مول البرقي، ف عطاهم واحد الصوره وعطاهم يعني ديك كما نقولوا السي في او السيره الذاتيه لهاد زهير، كيفاش كانت الاخلاق ديالو، كيفاش كان كيتعامل، كيفاش كان كيتواصل مع الناس، حتى انه كان مواظب على الصلاه ديالو. فيكفي هاد الشهاده اللي داخل المؤسسه اللي عارفين هاد السيد هاد زهير الله يرحمه، وحتى العائله ديالو والاب ديالو اللي كيعيش في الديار الايطاليه واللي مازال كيعاني اخواني اخواتي من هول ديك الصدمه اللي كيعيشها بسبب فقدان الابن ديالو بديك الطريقه. فهو ما كانش كيتمنى انه يمشي بديك الطريقه، ولكن كيشوف الحقره والظلم وهذوك الاصدقاء ديالو، الاصدقاء ديالو ديال هذاك محسن اللي الاكثريه راه مازال خارج ومازال كيحاولوا يدافعوا على هذاك محسن. فكيفاش غنعيشوا في هاد البلاد وحنا مازال كنشوفوا هاد الشيء وكنشوفوا هاد الطم وكنشوفوا هاد الحقره، ومازال ما تنصفاش هاد العائله، حتى الام ديالو المكلومه اللي ما كتشوفش الناس ليل نهار، ما كتشوفش ليل نهار، والمسانده والتضامن ديال الجاليه المغربيه كاملين راهم ضامنين مع هاد الناس، هاد العائله، لانهم عارفين شنو كتسوى وعارفين الخير اللي داروه هذه مده من بعد ما تغتصبت هذيك نهيله من طرف هذاك محسن، واللي غير بمكالمه واحده اتصلوا بالاب ديالهم اللي هو عبد اللطيف من الديار ايطاليا. وشوفوا خوتي الناس اللي كابرين يعني في الخير، واللي كابرين يعني في يعني الناس يعني كيعرفوا الحق الجوره والحق الصداقه، فيكفي مكالمه واحده فاعطاهم وكاله على اساس انهم يتنازلوا
على هذيك القضيه او هذيك الشكايه، وبالتالي ها هو محسن فلت من العقاب، ومع ذلك مازال زايد فيه ومازال كيحاول انه ينتقم من زهير الله يرحمه. فاحنا ما بغيناش هادشي يتكرر، بغينا المؤسسه القضائيه انها تضرب بيد من حديد على هؤلاء هاد العصابه هاد المجرمين اللي مازال كيتفنوا ومازال كيتباهاو بحمل هذيك السيوفه. فكنشوفوا الكثير يعني كثير من المدن يعني هادشي الكريساج كسر في بلادنا، كنشوفوا التصفيه والقتل. فخبر اللي كنا سمعناها هذه غير بالامس بمدينه الدار البيضاء، راجل بعقله يعني في 46 سنه متزوج وعنده ابناء، وستصفاه لواحد البنت طفله صغيره اللي عندها يلاه 6 سنين تطلع على الراس ديالها وقد كتب غش. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فكيف يعقل اننا نعيش في هذه البلاد؟ والاكثر من هذا واللي كيصدمنا هو ان التصريح ديال هذا السيد اللي قام بالتصفيه ديال هذه البنيته الطفله الصغيره اللي انها حاولت انها غير تخرج تجيب غير البيض، وجا صفاها لها وملي سولوه وقال لهم انا ما شعرتش براسي علاش درت هذا الشيء. وحتى فانا كيوضع مجموعه من علامات الاستفهام. حتى الابنه ديالو قالت ان بابا الوالد ديالي يعني كان كيحضر معايا في الدروس وفي المناوذات وكان ديما كيناقش معايا، ولكن هذه المره يعني هذه الطريقه الباشا اللي قام بها ربما السيد تخلخل في ديك اللحظه، ولكن انا ما كنخلي القانون والتحقيقات هي اللي غتبين الحقيقه من وراء هذا الشيء. فعلى اي نرجعوا للموضوع ديال محسن، هاد محسن اللي مازال كيعيش في هاد السيزانه واللي مازال ديك الصراخ وديك الغوات وديك ربما انه توا غيحمق في ديك داخل الزنزانه المنفرده، غيحمق وغيتهنى من هاد الشيء كامل. ربما انه كل ما تسرعش بديك الطريقه اللي قام بها ما كانش غيعيش هاد اللحظات الكئيبه اللي كيعيشها الان. فالحمد لله الحمد لله اخوتي على صراحة مهما وقع ومهما حصل، فكنشكروا يعني السلطات الأمنية على الواجب اللي كيقوموا بها وهذا العمل يعني صراحة كنعتبره أنا بطولي، لأنه كيقوم بمحاربة واحد الناس اللي كيحاولوا أنهم يبثوا الرعب والفزع في صفوف المواطنين. فرغم ذلك فمازال غتكون التحسينات، مازال غتحسن الأمن ديالنا بعد ما سمعنا أنها تكون دوريات يعني كما كانت هذه من قبل دوريات ليلية، حتى ان ما يبقاش يعني تنقل البلاد من هاد الناس الاوباش اللي كنعتبرهم اوباش، لانهم كيحاولوا انهم يخلقوا ديك الرعب بصفوف المواطنين. فكنتمنى اخواني اخواتي انكم تبارطاجيو وتعملوا لايك لهذا الفيديو بالخصوص باش توصل الرساله للمسؤولين بالخصوص هاد القضيه وهاد الجرائم اللي مازال كنشوفوها ليلا نهار يوما بعد يوم شهر بعد شهر. فبغينا نتحد هاد المسائل وترجع الأمن والطمأنينة في بلادنا. إخواني أخواتي أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.